السلام عليكم، جيسبر راكم بيان. مرحبا بكم في كوزين دو ناويلا. اليوم نعملو بان او غيزان. هاد لا غوسيت مانيفيك و جيسبر تعجبكم و جيمري بيان تجربوها باسكو ما تندموش سكي سور. الوغ نحتاجو 3 بيضات، 200 غرام تاع لا مارغارين، 100 غرام تاع السكر، معلقه كبيره تاع خماره تاع العجين، معلقه تاع لافاني، شويه تاع الملح، وكاس تاع حليب دافي، ولا فارين نيسيسير، يعني لا فارين كل وحده كشغل عينك ميزان كتينا تعرف شحال تعمل. هاد المقادير ماشي حاجه كبيره وموجوده في كل بيت. الوغ تبعوا معايا لا روسيت ايتاب باغ ايتاب. في الاول نعملو الحليب مع الخماره تاع العجين والسكر. توجور صوالح تاع العجين، نعملو الماء دافي ولا الحليب دافي كيما البريوش، بيتزا، لامونا، الخبز، هكذا باش المفعول تاع الخماره يكون كبير. نخلطوا هاد لي 3 انغريديون مع بعض ونخليهم او موان 10 مينوت باش الخماره تطلع شويه. نزيدو البيض، لافاني والملح ونخلطهم مع بعض. ونزيدو لا فارين. لا فارين كامل جي ابوبري 400 غرام ولا، مي ماشي اكزاكت، بارفو جي اكتر بارفو نزيدو اكتر بارفو اقل، سا ديبون على حساب البيض الا يكون عندنا كبير ولا صغير. دونك الا جاتكم نتوما عملوا بلي بارتي، جامي تعملوا لا فارين كامل ضربه واحده. الو نخلطو ونشوفو الا نزيدو ولا ما نزيدوش. بون هنا راه عاد شويه ليكيد، دونك نزيدو لا فارين. كي نشوفو العجينه لمت راسها عاده نعملو لها مارغارين. دونك هادي هي لا باز. باغ كونطخ لا بات سابلي ولا لا بات بريزي توجور لو كونترير، نبداو بلا فارين والزبده نعملوهم نخلطوهم مع بعض. ان شاء الله بروشينمون نعملكم لا روسيت تاع لا بات سابلي باش نعملو لا تارتو سيترون ولا تارتو فريز على ما يكتب. نشوفوا العجينه من المتش راسها مليح كيما هاد الحاله، دونك نزيدو شويه تاع لافارين ونخلطو. انا زدت شويه وخلطت بيديا، لميت العجين غايه دونك يجي خفيف. دروك العجينه تحتاج باش تخمر بيان سور، نغطيوها ببلاستيك اليمونتير كالعاده ونخليوها ابوبري اون اور ديمي هكداك. في هاد لو طون انا وجدت اون كريم باتيسيير، دونك لا ريسيت تاعها عملتها ديجا من قبل، دونك تسيبو لو ليان تحت لا فيديو. نحتاجو اوسي الزبيب لو غيزان، ونحتاجو لي بيبيتو شوكولا، نوجدو لي بلا بابي كويسون. بعد ما فاتت اون اور ديمي العجينه تاعنا سي بون خمرت، دونك نحتاجوها باش نعملو لي فورم تاع لي بان و غيزان. نطيح العجينه بيديا ودرك نوري لكم كامل لي زيتاب كيش نعملو لي فورم تاع لي بان و غيزان. نعملو لا فارين بيان سور باش ما تلصقناش العجينه مع مع البوطاجي. نزيد نلم العجينه مليح قبل ما نورقها هكذا باش ما يكونش فيها لي بوس.
نورقها على شكل مستطيل، كي تورقوها ما تغلضوش بزاف العجينة وما تعملوهاش رقيقة بزاف، يعني في الوسط كيما هكذا ابوبخي نورمالمون راه باين الشكل تاعها. هذا هو الشكل تاعها. بالنسبة للعرض ما تعملوش عريض بزاف باش الحبة ما تجيش كبيرة بزاف وتجي سامطة، و ميم طون ما تعملوش صغير بزاف في الوسط. دروك نفرشوا لا كريم باتيسيير. كيما قلت لكم لا كريم باتيسيير نبيبلي لكم لو ليان تحت لا فيديو، تبعوا لا ريسيت تاع لا كريم ديبلومات ميني عامله فيها لي زيتاب كامل تاع لا كريم باتيسيير. ونمشيو مليح لا كريم اون سباتول، نسيو ما نعملوش في لي كوتي باسكو دروك غادي نلويه كيما ان رولي، دونك سي نورمال كي نعملو في لي كوتي يخرج يفاد. نعملو الزبيب بهاد لا فاسون وحتى لي بيبيتو شوكولا لا ميم شوز هكذا باش كل حبة يكون فيها الزبيب يكون فيها شوكولا. دروك نبداو نلويوه نعملو شكل حلزوني. الوغ كي نلويوها تجينا بهذا الشكل، نحاولوا نقسموها على زوج باش ما تغبنيش كي نكون نقص لي بتي با. نطبعها بهذا الشكل باسكو توجور الوسط يجينا غليظ على لي كوتي، دونك نحاولوا نردوهم كيف كيف. نبداو نقصو ما نعملوش رقيق على هكذا وما نعملوش غليظ على هكذا، يعني في الوسط كيما راكم تشوفوا. هاد الكاطو يجي بنين بزاف، ما كاينش اللي ما يحبوش، ننصحكم تجربوه. زدت كملت قصيتهم يجيو هكذا كيما راكم تشوفوا ويجيو بلوس دو 20 بياس، دونك الا جاو عندكم ضيوف ولا ما تخافوش تعملوا غير اون ميزور اللي عطيتها لكم وتكفي. هكذا دروك نخليهم 45 مينوت يطلعوا مليح قبل ما نطيبوهم. فوالا بعد ما خمروا
كنت ديجا سخنت الفول من قبل باش نطيبهم، مي افون نعملو جون دوف باش يحمارو. جون دوف جامي نعملو بحدو، توجور نزيد معاه شويه تاع الحليب ولا شويه تاع القهوه. دروك عملت معاه القهوه، نخلطو مليح و ان بانسو نعملو له من الفوق باش يحمر غايه. نزيد نكملهم كامل وندخلهم الفوغ على درجة حرارة 180. هما دوك يطابو، دروك نعملهم لا جولي باش يجيو شابين يبليو. لا جولي هادي تنباع في باختو، اللي ما عندهاش لا جولي تعمل كونفيتور وزيدو شوية تاع الماء وتسخنوه في الغاز، هكذا باش يولي ليكيد وتعمل لا ميم شوز كيما راني نعمل. جيسبر عجبتكم لا روسيت وننصحكم تسيوها، ما خسرتو والو. واللي تسيها تخلي لي في كومونتير كي جاها. تاش ابوني ماشين يوتيوب باش تزيدو تشوفو كامل لي روسيت السهله اللي عملتهم، وان شاء الله نعملكم كامل لي روسيت اللي دومونديتوهم لي. وعملوا لي جيم بارطاجيو وميرسي.